بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة حضراتكم هنتكلم عن السخان الغاز. عميل اتصل عليا وقال إنه ركب سخان الغاز وبيشغل السخان، بيلاقي النار طالعة من فوق السخان وخارجة من جناب السخان، والنار عالية جدا والسخان بيشتغل دقيقة ويفصل. طبعا السخان كان مركبه على انبوبة غاز. طيب زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، النار طالعة من فوق زي ما حضراتكم شايفين عاملة ازاي. طبعا لو السخان فضل على كده هيحصل مشكلة، السربنتينة ممكن تتخرم بكل سهولة، ده غير انه هيبهدل الحيطان، ده غير انه ممكن يعمل اختناق لأي شخص موجود في الحمام. طيب حضراتكم ايه المشكلة دي؟ المشكلة ان هو جايب سخان غاز طبيعي مركبه على غاز انبوبة. طيب ايه الفرق حضراتكم؟ ان الفونية بتاعت الغاز الطبيعي بتبقى الفتحة بتاعتها واسعة، لان الغاز الطبيعي المواسير مفيش فيه ضغط، اما الانبوبة بيبقى ضغطها عالي جدا، فلازم نركب فونية تكون صغيرة. فمع الضغط الشديد بتاع الانبوبة والفتحة الكبيرة لازم النار تطلع بنفس الطريقة دي، فطبعا ده غلط جدا وخطر جدا. طيب ايه اللي بنعمله؟ ان احنا هنا هنغير طقم الفواني من غاز طبيعي الى غاز انبوبة، وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو هنبين الفرق ما بين ده وما بين ده. فهنا انصح قبل ما تشتري السخان وانت رايح عند العميل، عند التاجر اسف، هتقول له انا عايز السخان اشغله على الغاز الطبيعي او اشغله على الغاز الانبوبه، لان في فرق. زمان كان كل السخانات اللي نازله السوق لاي شركه كان بينزل غاز انبوبه وبينزل مع الجهاز طقم فواني للغاز الطبيعي، وكنا لما بنروح نركب السخان لو هيركب على الغاز الطبيعي كنا بنوسع الفواني او بنغيرها بالطقم الفواني اللي جاي مع الجهاز. اما دلوقتي الشركات كلها نزلت السخان، منزله سخان للغاز الطبيعي ومنزله سخان لغاز الانبوبه. طبعا التاجر هيقول لك عادي ده هيشتغل على ده، هو كلامه يعني اقرب للصح، هو هيشتغل بس هيعمل المشكله اللي حضراتكم شايفين، فلازم ان حضرتك تفك وتغير طعم الفواني. فيبقى حضرتك تخلي بالك لما تروح تشتري ان انت تنبه على التاجر ان انت عايز الجهاز غاز طبيعي او يشتغل على الانبوبه. وحضراتكم الكرتونه بيبقى مكتوب عليها، يعني كل شركه بتبقى عامله تحذير وبتكتب عليه يعمل بالغاز الطبيعي يعمل بغاز الانبوبه. فرجاء حضرتك تخلي بالك عشان تبعد بعيد عن المشاكل دي كلها. طيب احنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نغير الفواني، وهوري حضراتكم الفونيا الغاز الطبيعي والفونيا غاز الانبوبة. وزي ما حضراتكم شايفين انا بفك شجرة الفواني عشان ابدأ ان انا اغير طقم الفواني اللي هو بتاع الغاز الطبيعي. طب ايه حضراتكم الخطورة اللي ممكن تقابلني؟ طبعا اول حاجة النار العالية جدا حضراتكم شايفينها، السخان ممكن يشغل دقيقة او دقيقتين على الاقصى، اقصى الحدود. هتلاقوا المياه نازله سخنه جدا، طبعا هيطلع كميه عادم كبيره جدا لدرجه ان سقف الحمام كله هيبقى هياخد اللون الاسمر، ان العادم كله هيبقى في السقف. طبعا هتبقى ريحه جامده جدا، حضرتك مش هتطقها في الحمام، وممكن اللي في الحمام يعد الله يحصل اختناق، ربنا يستر على علينا كلنا وعلى الناس كلها يا رب. فطبعا هنا ما ينفعش ان احنا هنا نستمر على كده. لو حضرتك ركبت السخان ولقيت نفس المشكلة، اقفل الانبوبة واقفل وشيل الشاحن او شيل الحجارة او افصل السخان بمعنى اصح لحد ما ايه الفني يجي لك. زي ما حضراتكم شايفين ده انا بحاول ابين لحضرتك الفونية الغاز الطبيعي والفونية بتاع غاز الانبوبة. زي ما حضرتك شايف فونية الغاز الطبيعي فونية واسعة، الفتحة واسعة زي ما حضراتكم شايفين، وغاز الأنبوبة الفتحة صغيرة جدا زي ما حضرتك شايف. طبعا هبدأ إن أنا أغير الفواني دي. حضرتك في حتة أنا صورتها بس للأسف ما يعني ما نزلتهاش، اللي هو في حضراتكم عجينة اللي هي مانع التسريب، إن أنا بدل الفونية سنة صغيرة حواليها كده وايه وبربط عشان امنع اي تسريب يحصل من ورا الفونيا.
فحضراتكم انا حبيت انبه بس عليها عشان تخلي بالكم. اما حضرتك هتيجي تركب الفونيا حضرتك بتدي مادة في بتجيب من شارع كلوبيه او من اي تاجر، هتقول له انا عايز عجينة منع التسريب، اي هيدي لك في علبة صغيرة وعلبة كبيرة اللي تعجبك هاتها. زي ما حضراتكم شايفين الفونيا، ادي الفونيا الغاز الطبيعي عاملة ازاي، فتحة كبيرة، وادي غاز الانبوبة زي ما حضراتكم شايفين. وببدأ ان انا ايه ادي سنة صغيرة حوالين الفونيا واربط الفونيا عشان ايه تمنع التسريب. طب انا معيش المعجون التسريب ده، ممكن استعمل سيليكون حراري. سيليكون حراري ما فيش اي مشكلة وكويس جدا وممتاز وبيأدي نفس الغرض. فانا ما كانش معايا ده، يبقى معايا ده، وان انا ايه اربط وايه واقرط على الفونيا سنة صغيرة، ما اربطش جامد قوي عشان ما تفوتش معايا. وطبعا وانا لما اجي اربط على الناعم، يعني الفونيا تخش معايا على الناعم وتتربط بايدي كده للاخر. لان لو حضرتك لو ركبت سن خشن، او بمعنى اصح ركبت سنه بميل كده، هتلاقي المكان الفونيا هيوسع وهتلاقيها بتسرب من ورا الفونيا، وهيحصل مع حضرتك مشكله في الجهاز. حضرتك لو وصلت معايا لحد كده، ارجو ان حضرتك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل اعجاب وتدعم القناه. وحضرتك ليك اي اقتراح قولهولي، او اي سؤال اكتبولي في تعليق، او اكتبولي على الواتس، والرقم الواتس موجود على القناه، وانا هتواصل مع حضرتك لحد ما تحل المشكله بامر الله. زي ما حضراتكم شايفين انا بغير طقم الفواني كله، هما في سخان 10 فواني اللي هو العشرة، والسخان الستة بيبقى ست فواني، ده 10 لتر، فده هنغير له 10 فواني. ده كان ان شاء الله النهاردة اللي حبيت اقوله. وبالمناسبة طالما حضرتك هتركب غاز انبوبة او هتركب انبوبة، ما تفتح الانبوبه، ما تفتحش الانبوبه على الاخر ولا نص لفه ولا ربع لفه. حضرتك هتفتح الانبوبه شعره صغيره، يعني هتفتح الانبوبه سنه صغيره بس، عشان خاطر المنظم. كل المنظمات الموجوده في السوق ما بتظبطش مع السخان، فعايزه منظم يكون محترم، منظم يكون كويس، بحيث ان هو يديني الاداء المطلوب او يديني الخرج اللي يشتغل عليه الجهاز. طيب انا عشان اتفادى الموضوع ده وما اقعدش اغير في كل شويه في المنظم، فهفتح الانبوبه يا دوبك اقل من ربع لفه، يعني هي بس سنه صغيره كده. كده انا عملت نفس عمليه المنظم، اللي هو ضغطت او منعت خروج ضغط الانبوبه كله، لان الانبوبه زي ما حضراتكم عارفين ضغطها عالي جدا، والسخان بيشتغل على ضغط بسيط، فلازم المنظم هو اللي يشتغل. لو فرضنا ان ضغط الانبوبة 6000 والسخان بيشتغل على 1000، فال6000 اللي خارجين من الانبوبة المنظم بيخرجهم 1000 او 1200، بحيث ان السخان يشتغل معايا. طب لو السخان مثلا مخرج ال6000 مغيرهم 2000، يبقى في الحالة دي الصمام مش هيفتح معايا، هتلاقي الاشعال بيشتغل بس النار ما بتشتغلش. لان وطبعا حضراتكم ما تنسوش المدخنة، السخانة ال10 لتر ده بيحتاج مدخنة عشان يخرج العادم. تاني حاجة الهواية ضرورية جدا جدا، ما تنسوش الهواية، او لو في شباك لازم اكون على الاقل مواربه عشان خاطر يجدد الهواء الموجود في الحمام، عشان يقضي الله ما حصلش اختناق. وانا عملت حلقة كاملة عن الهواية، فلو حضرتك عايز تعرف فوائد الهواية ارجع للفيديو موجود عند حضرتك على القناة. حبيت بس انبه على الاتنين دول لانهم ضروريين جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وعايز اقدم لحضراتكم نصيحة، كل اللي يشتري سخان بيتصل على الشركة، هي الشركة اللي بتيجي تركبه، الشركة ايا كان بتاخد رسوم الزيارة. طب الهدف من الفني بتاع الشركة هو اللي يجي يركب ايه؟ فرضا ان السخان فيه اي عيب، فيه كسر، فيه اي حاجة، والفني هو اللي خرجه من الكرتونة ولقى العطل ده او لقى الكسر ده، فبيبلغ الشركة ويتم تغيير السخان، او الفني بيعمله وهو واقف، بحيث ان في فنيين بيجي يركبوا السخان بيكسر لك ماسورة الغاز او مجموعة الغاز اللي موجودة في السخان، لانها انتمونيا او المونيا ناشفة.
فالفني العادي او السباك ما بيجي يربط بيربط جامد جدا، فبيقوم كسر الماسوره، وساعتها هيقول لك لا ده في عيب، هات الشركه. الشركه هتيجي هتاخد منك مبلغ على تغيير المجموعه اللي اتكسرت، لان الشركه هتقول لك احنا مالناش دعوه بالكسر. فحضرتك هتتصل على الضمان اللي الجهاز بتاعك تبع الشركه، وهيجي لك الفني هيربط هيعلق السخان وهيربطه. لو في اي مشكله، في اي كسر، في اي عطل، هو مسؤول ان هو يحل لك المشكله وهو موجود. تاني حاجه احب اقولها لحضرتك، حضرتك ركبت السخان يعني لاي سبب الجهاز في اي مشكله، تواصلت مع الشركه والشركه ما جاتش، تقدر ان حضرتك ترجع السخان للتاجر، لان حمايه المستهلك بتديك 14 يوم تستبدل فيه السخان. فانا بس حبيت اقول المعلومتين دول عشان برضو ايه تخلي بالكم منهم وتبقوا عارفين التعامل ازاي. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. حضراتكم تابعوا الفيديو للنهايه عشان تستفيد، وشكرا لحضراتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.